معهد العلوم وحكم مدي هي مؤسسة وين وصدق الشيخ والمشهي خير الله سيه حكمة فوليش ما ينام حكمة قبر كأول الوحي كل العيسات حقيبه قيبه معهد العلوم وحد ما أنت تاجرنا هي هي إسقاط تركيا والله يا بنا سلطان محمد الفاتح قيبتي قراءات وهي منضش سر أيضا تحاول قراءة اللغة العربية قراءة القرآن دمان وحصل دلوا حوسي مدن حكمة وما ملكي جودة حكمة وما أنت وضعك كم إن شاء الله أي مرة ورين لي مدن هاي لكن صوبة أو بدو دبدو وضعك كم مكان أو كسر جدول أي وحن مرة بعد يا مرة تحاط بلنا هاي أرضي ده همبرين أنت هذا كده فو أرضي ده ما أنت قلن جبين إسيا نشوف نو قلن جبين تودي والله بقاي بود قيب وقيب تشرات إيه كقل جبني زي ما حد يقولون وقيب ترى لغة عربية إيه ولو دراسات كي أقول بيجروا لكن أنا ما أنت دراسات كتير قيب ترى لغة وقيب ترى لغة إنجليزية وحتى إيه هنا ما أنت دفع دولي كوبات قل جبني دمان أرضي ده معلمتي إيو دمان إدا ما حد يقولون ما ها هاتو مزوج كود ما حد يقولون وما أنت سوي نجمة كان دمان وحلا يا نهاي هم بليو معلمتنا وحلا يا نهاي مر لبعضية مر صدحادية مر أفرادها جزاكم الله خير وحقونا أكسن بالقبتين ووحي لهي أبا الكيسة إيو أجر كيسة أو إن أدلي به معاذ العلوم حدي أقول أفو وحاو ديار ويهي إنو دمان قبطو أرضي دا قيمه كردوان وحن ما تحرك الفرصة كفاء دي سنينة وأن مر لبعضية مر صدحاد بانو برشاد قبر كأولا أي نورنا هي كسر دوالة مع العلوم وحاو هذا الديار فيها إنه سمعيو اتحام النقرية تحديد المستوى لما أرضينا قلت وإذا كان سهل لكن أقوتي حيسا إن كقال إن امتحانكم ولما مش أي فلسطين امتحانكم غازيو جيو أي ديار فيها مع العلوم قيمة الدراسات كم نقطة هي قيمة اللغة العربية وأنا نقطة قيمة اللغة الإنجليزية كيسا هو وأيوة عادي وستة وسبعة سبلان وحيو ملها امتحان هو حتى يمكن أرضي المكة قلنا شبيا أرضي دي الله بعد الوقت كيف حين جي امتحان هو قوة ديار ولا لقى قاضيا وأنا يو وين لستيسي هنا دمان والله هي أرضي دي حتى فرش ما كه شغال حمود يو كل يده كان دوم بديار بويه دمان لكن وحنو شجع يا أرضي ده هون هو يزين يا قيمة كان دوم مقالات بورا ما يعني تشوفنا إنه ما هذا العلم ديار ويا هاي إنه قام فرق وصل دوينه يو وحق الله مرنا بعد يا مرسى تحب له أنت ليه كبر الواحد جوا حفزك أنت ليه كبر ما بلا نوري اللي يوصل دوينه يا وحن له مرق بعد يا مرنا بعد يا مرسى تحب هم بريو أرضي له وجود دير إنه أنت لكن وحصل بريني وما أنت لما يستوي وحبرشدي مع العلوم وحبرشدي لما تكيب ما أنت معها وما أنت وبره والباب كي كوبات بتشوفتن وحد ديار اللي أشام عدي عمود ورموك كي بتشوفه ويجب نفتي اللي صار دوين إسا وهرين اللي شفتي وين صار مقطع ودم ما اللي يعني اللي صار دوين يقول إذا كان دوين أشام عدا وأيوه ما أنت واحد لما يصير الباب كي كوبات يا قانتها لكن وحد ديار اللي أنت كده بيسي شيء جيد. تعلم وبرو كبلا ملا إن برو كل ما ضمله. تربته وهي ذو كبلا ما إلا قف وحواش وكجلينا وحويا ووضيا. طبعا دين تين ودين قانات. ماذا يسمح أمة اقرأ يا ليرة وحقري ونبي عليه الصلاة والسلام شنتي آيادود أهر يا وحي وكسود جي وحي كهلين إن وحلا أقري وحنا لقرن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شنتها آيادود أهر يا سورة العلق وحي كهلين إن وحلا أقري وحنا لقرن مركا أمدين وأمة اقرأ مرقعينا وحقرنا أو وأخرنا إلى سبحانه وتعالى لبن مرقع وحن مرنا بعد يا مرصد حاضرهم بلينا يا قل إنجبياشة وحلينا هاي علم جاد برتين الله يذكر أنفعه هرينا أصي سعدة مع ثنا الله بركة يوم ما أنت إلهي كذب هرنتي وحن آدي وما أطلقنا معهد العلوم للتعليم العالي ما ملكي سي معلمين تي سيار تيديسة وأن أقنع جهدي جيد دلال كأي وضان رنتي ماركس أو حبر الشدة يكون دلال هي
آدیات بر نیو خبریت آدیات بر قوم هند قینا دران ما یو علمدی گه رسی و شخص رو بده بیه و آدیات علم گیو فایده دی سی این تلاوضی ایران و دمانی نکه هضی و هم کس آقای بیا آدیات بر ارده دو تهنی دین نقل جلسی صدا علمدو شایعه نو حنوت دارم من این علم گسی و دان و علم گوان و دمان لهی صدا لشایعه معد که یه معمول کیسه معلمین تنو حله های پرنتی جهدی بدن بعد به حسین الهی دکاو المریو حله یه های هم بالیو الهی سبحان و تعالى عیدین برکه یو علم قدر برتر کوی کو انتفاع صدا کو فایده استن الهی هدین کردیو صدا علم داره شکتینه ده علم کو مردم مهده این لجوسی دارم و فریاش الهی سیاد که فایده استن وما دنا وجا فائدة إنسان ريره نوجا فائدة إنسان أهل كنيا قرابة دنا دوجا فائدة إنسان بالذين كباهي أو مسؤولية داس أي معلمين تي معمول كا دوكس جاي معاد قايد كسو ريشين إن هذا هلك كسي وطن واحد كرا أن رنتي هو أمبريان يا معلمين تي أنت أسجود جا بدن سو بهي يا معمول كيسو معمول يسوع قسمي شقذا في عن سوق بطي إنك استوانا مركي كوادا هاي الدفعة دي شرعت أي مكيهين رنتي أنا واحد بدن قبطي أنت أصلا رنتي وحلاية هاي إذا كان الله إذا بركيو دذالك جيستين إلهي هذيك جساي سيو دذالك أنا هلك أكسي وضع أنت هذا بدل إلهي بام هذا سبحانه وتعالى إنه سورة كريمة نسوق إيماننا مضشا آت كوقرح بدن وطبعا كل أرضي دور سنة وحصول دجنيسي أي نقص بوتي أي نوع كقال جبين يان ويسقط على لبقة قيود قيود عربي جي قيود إنجليز كلا بضبة أدمان وهم بليين يا طبعا كل سدي هريب الله شيء جي واحد سوق قديم واجرن جرتي كوباد وي مركا واحد لا هي يعني قدر دار ما يا أرضي لا طلابة خروق قاضي فرصت بعض هيستان، هي وقت في عن بعض هيستان، آد بعد أن نسي بدنته، جامع هذه بعوريه نهدين كل يوم دين، مركا كفى ليست وقتك. آد ولا مرماتك، رجع معلمين تا يعلم هذا يا رجع، كسود داري ما هذا هل كسو كرسي ما أنت، يا ما هذا إلى هيسكله. بعد كنا آدي آدمان وهم هذا قينا وعلى أصل هاي الورقات تفرق على الوتر ما دام الورقات دي جايسين الورقات تفرق على الوتر وأيوم ما أنت أنت فاهم ليه تقول ما أنت قرية يمشي أنت كشة قيسة أنت بعشرية أمريكا هل كانت تروح برتها وآدي آد بي يوم بلنتهاي أمريكا واحد لا هذا الورقات دي قانا ده شكلته لو تورانو كتارو والورقات على برتو وحويان رمانتي موحن الهي هنباليو آذيات باني وما هدقينا حتى علينا الحلقة كسي وضا وحن لي الهي معهد كنا عرون عالي وحن لي الحلقة كسي وضا فحقيقة ماذا أقول وقد قيل ومن أين أبدأ وقد انتهوا فأستحي أن أكف أمامكم وأتحدث وقد تحدث الشيوخ والأئمة ولكن لا بد من كلام فأولا نقول أن تعليم اللغات أصبح في القرون الأخيرة ضرورية جدا يعني التعليم اللغات أصبح في القرون الأخيرة ضرورية جدا لأن نحن الآن نعيش في عصر العولمة فاليوم أنت في سوماليلاند وبكرة أنت في قطر وبكرة ويوم الثاني أنت في أمريكا ولأجل ذلك أصبح تعليم اللغات ضرورية جدا هذا أول شيء ثانيا نحن كذلك نهني الطلبة الذين تخرجوا كما نهني كذلك الأساتذة الذين أفادوا وأتقنوا ولأجل ذلك هؤلاء الناس يتخرجون لأن نحن نعمل في مجال التعليم ونعرف أن هذا شغل يعني صعب جدا فنشكركم على هذه المجهودات التي تقدمون. رنتي ومناسبة قالية ثاني ساكن لقيت سهل لي خير الكلام ما قاله الدلال سلا شيء
waxaan runtii halkan waxaan u joognaa maanta inaan farxadan ka qayb galno ونحن نسعد سعداء جدا ان نكون معكم ونشارك معكم في هذه الحفله المباركه وهذه الوجوه النيره نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل كلها في ميزان حسناتكم جميعا يوم توزن فيه الاعمال وحن لنا هي كو ان انو بركينو ان همبريينو لبا ان انو دعينو يو صدح ان انو دردارنو هذا الفين تاك دافي مايو إذا أنا صدق كلمة ضد بالوصف وخوف خير كم ده هروح علينا هاي ورتين ثانية أنا هبوري يدعى من ذا نكرين وحنو مهاد علينا إن إلهي سبحانه وتعالى نابوري نص خير هوشة وحنو خلون يدنا أمانية مهال خلاط الله عينا ما ملكا يدتك أساسي معتك دتك بدي بدأ وتهاي مؤسسة العلم قا هذا الصرح العلمي سنة خصوبة نص صار يوم الكاس إلهي هكأب المريو في ميزان حسناتي من هالقطرو موسى يكون كرجع أساسي أنا موسى سكوا جامعة بناهين قال يلوشن بترى يا ودي تكناي جرني واحد لا يهمك ما حط بنا يا أمام رسول جدنا نعم عادكن يدك كهول قلا فرنتي معدكم معلمين وحوا هيستا حلا تد أدو حلا وهيستا وحينك دليل أو خير دليل أنا بجامعة كل الشرع منك جونا أرضي النوت ما ضايوا تد لسان طب السن أو حوين أوائل كوين قبليه ولا البقاد يضمن ولا يبنى قاب في حسب برتان رقدتك سوح بري من كرنا هنا رقم واحد مودا قراء الكوغا هذا الكوغا لغوين هذا لغة ورمة يو عربي إنجليزي أنا ده هذا واضح ما أنت أدون كورن من لغات ك حي كوين دنيا الإسلام كان لغة عربية رقم واحد هو صح طبعا عربي كرنا هنا وكرد عسني هاي وحول بابا خير أولا بكرد عسني هاي قرآن بكرد عسني حديث بكرد عسني دين بكرد عسني هاي ملو جوا لمارك إنجليز كنا رقم اثنين واحد وين قف قطنا عرب قرنين وحقا إنجليز ولا ها ها بشر بيشتغلون في مادة هاي وغير كا يروحوا دافين مقالة غير كا وعي أدنى هالدين وبلغوا برتا إنجليز تسق they the most important word that's needed here is to say congratulations congratulations and congratulations I know that you have finish it and successfully completed your program, especially the students from the graduate students. They have successfully completed their diploma program 2 years and they have achieved the required level. So I would like to say thank you. And I don't want to forget the others, the Arabic group. They had taken a long journey from beginning up to here, and I want to say again, congratulations. I am here today to share with you your happiness. I am here today to share with you your graduation day, and I am here today to say you deserve to be graduate students. Finally, since I don't have much time, I want to say the journey is not yet. Getting or having a diploma program or finishing an Arabic program is not over yet, but it is another way or it's another door. So I would like to say, please continue. السيدات والسادة الحضور الأساتذة والدكاترة الكرام الزملاء والزميلات أتشرف أن أقف بين أيديكم لألقي كلمة الخريجين باسمي وباسم إخواني طلاب ونحن نودع المعهد المبارك الذي كان سببا لغرس محبة العلم فينا ولقد قد أصلحت اللحظات وانطوت أيام مباركات لمعهد المبارك تعلمنا فيه العلم واستفدنا من السافدة الكرام فبارك الله في أساتذة الأفاضل فلكم من الحب والشكر والتقدير والعرفان والامتنان لما بذلتموه معنا من جهود في قيمة هذه السنوات ولما زرعتموه فينا حبا للعلم ورغبة صادقة في البحث والعمل أهنئ إخوان الخريجين الذين وقفوا لدراسة اللغة العربية واستفادة منها من خلال هذه السنوات ف...
فالعربية لغة القرآن الكريم والهوية والحضارة والتراث. فها نحن الآن سنودع معهد العلوم، سنودع مقاعد معهد العلوم التي عشنا عليه أجمل السنوات. I'm one of the English graduates today. I'm saying to all of the students, congratulations, congratulations, congratulations. After that, I would like to thank the excellent honorable guests, teachers, parents, and as well as my dear friend graduates. Today, I'm here to speak a few words about this special and beautiful graduation ceremony. On behalf of today, we are fruits from 2 years of hard work, commitment, reading, writing, listening, and speaking. After God, our happiness goes to our teacher, Mr. Mahmoud. Mr. Mahmoud, he really led us to finish our journey and to reach where we are today. Finally, graduation doesn't mean the last day of learning, but it means another day for more learning and studying. Simply, graduation means turning a page and beginning another. Never give up and continue learning. Thanks and bye-bye for your listening.